السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما أخدنا الأوفر رايدنج هناخد المرة دي الأوفر رايدنج خدناها على الميثودز، هناخدها المرة دي إن شاء الله على البروبرتيز أو الفاريبلز بتاعتنا. فنعمل إكزامبل وتعالى نشوف الأوفر رايدنج إحنا عملناها على الفانكشن، خلاص أنا هغير الإكزيكيوشن ما عنديش مشكلة. طب لو أنا هعملها على بروبرتيز إيه اللي هيكون مهم بالنسبة لي؟ يعني إيه اللي هيتغير بالنسبة لي لو أنا عايز أعمل او ليه اعمل اصلا على البروبرتي اوفر رايدنج؟ هعمل اوبن كلاس سميته بيرنت 2 بس عشان المسميات جوه نفس الباكج او جوه نفس الاكزامبلز، وعملت فاريبل عادي جدا فار وسميته مثلا هير كلر. مثلا هير كلر انا هحطها باي ديفولت، هحطها مثلا بلاك مثلا باي ديفولت، ده عند مين؟ عند البيرنت. فبطبيعه الحال اي حد هيورث منه من عياله من السب من التشايلد من الدريفيد هيبقوا كلهم الهير كلر بلاك، صح؟ بس احنا حطينا قدام الفاريبل دوت كلمه اوبن. خلاص كلمه اوبن ليه حطيتها قبل الفاريبل؟ عشان يبقى مسموح للي يورث ان هو يعمل ايه، يعمل اوفر رايدنج او يعمل اعاده صياغه. وكذلك النيرفز خلاص نفس الايه نفس الكلام. هعمل بقى كلاس تاني سن، تقريبا هو نفس اللي احنا عايزين نعمله لو كنا عملناه قبل كده. sun 2 وده هخليه يورث من البيرنت 2، بس ايه اخليه يعمل اوفر رايد المره دي ليه ايه للهير كلر. فكده السن هو ورث النيرفز زي ما هي الفانكشن، لكن جه عند الهير كلر وهيغير بقى، هيقول لك اوفر رايد للفار اللي اسمه هير كلر وخلى قيمته هتبقى ييلو مثلا شعره اصفر. خلاص كويس. تعالى بقى للكلاس اللي ايه اللي هو كان بعد كده اللي هو الدوتر اللي هو الابنة، هيعمل ايه؟ هيورث برضه من البيرنت، هخلي ممكن نخليه ما يغيرش في ال يعني يعمل اوفر رايدنج للبروبرتي، ممكن نخليه يعمل اوفر رايدنج للايه؟ للنيرفز كفانكشن. فهنا هيقول اوفر رايدنج للفانكشن اسمها نيرفز، طبعا هيطبع اللي هو عايز يقوله ان انا مثلا نوت نيرفز، بس خد بالك من كلمة سوبر دوت نيرفز. سوبر دوت نيرفز يعني معناها ايه؟ ناديت على الاب اللي هو البيرنت 2، نيرفز دي الفانكشن بتاعه الاب، مش هيشغل الفانكشن اللي انا فيها باي ديفولت وانا جوه نفس الكلاس. لما اكتب اسم ميثود بنادي على اسم الميثود جوه الكلاس اللي انا فيه، مش جوه كلاس اب او غيره. طب لو انا عايز انادي على الكلاس اللي انا وارث منه بزود كلمه سوبر دوت وانادي على اسم الفانكشن، فيبقى عارف ان الفانكشن بتاعت نيرفز دي انا عايز اشغل الاصل مش عايز اشغل الايه الابن. ولذلك طبعت برينت لاين ماي داد وناديت على السوبر نيرفز بتاعته. خلاص فكده بقت الفانكشن بتاعت الابنه مش بتقول هي نيرفز ولا لا، لكن بتقول الاب هو نيرفز ولا لا. خلاص على حسب، ممكن بعد كده تقول هي لو هي عايزه تغير السياق، طبعا على حسب طبعا الفكره بتاعتك. بس انا عايز افهمك ايه من الفيديو ده، انك ازاي تغير او تعمل اوفر رايد للبروبرتي، وازاي تنادي على فانكشن انا عامل لها اوفر رايد بس عايز انادي على الاصل بتاع الاب بكلمه سوبر. بكلمه ايه؟ بكلمه سوبر. طبعا طلعت في الاخر كتبت اي ام نوت ايه نيرفز. وبعد كده هنعمل طبعا الفانكشن اللي هتنادي، اوريك احنا وبننادي على الايه على الثلاثه اللي هو على البيرنت. النتيجه طبعا هتبقى الهير كلر بتاعته بلاك وهيبقى فيري نيرفز. وبعد كده هجرب لك واحنا بننادي على السن، والنتيجه بتاعته طبعا الهير كلر هيفضل موجود زي ما هو، هيفضل بقى يتجدد هيبقى يلو، والفير نيرفز هتفضل زي ما هي. اما الدوتر بعد ما نستخدمها او ما نناديها هتلاقي برضو الهير كلر بتاعتها اسود عادي جدا الابنه، لكن اما تيجي تنادي على النيرفز هتقول لك والدي فيري نيرفز وانا اي ام نوت ايه فيري نيرفز. يبقى ده كان هيبقى الايه؟ هيبقى الشكل المختلف في الطباعه بس. وانا بنادي على البيرنت ناديت على نيرفز وطبعت قلت ماي هير كلر، واطبع مين؟ واطبع الهير كلر عشان يجي يقول لك انا مثلا انا اي ام فيري نيرفز وماي هير كلر مثلا هتبقى بلاك. خلاص وبعد كده اعمل ايه؟ هعمل نفس الكلام بالنسبه للسن، فال اس سان 2، وبعد كده هعمل برضو الاس دوت نيرفز. وبعد كده هعمل برنت لاين بنفس الايه بنفس الاسلوب.
وبعدين هنعمل كليك يمين كده ونعمل ونعمل رن عشان نشوف النتيجة بتاعتنا. ومفترض النتيجة تطلع زي ما احنا اتفقنا وشفنا بالظبط. ادي دي دوتر ودي دوت نيرفز، وبرضو اخد نفس الايه سطر البرينت بتاعي، برضو طباعة الايه الهير كالر، فقلت ماي هير كالر مثلا، وهنادي بقى طبعا بالدي دوتر دوت هير كالر عشان اطلع الهير كالر بتاعتها. وتعالى ايه نعمل بقى ران، طلع طبعا فيري نيرفز، بعد كده ماي هير كالر بلاك الاب، فيري نيرفز دي الابن، وقال لي ماي هير كالر يلو، وفي الاخر البنت قالت ماي داد فيري نيرفز اي ام نوت فيري نيرفز، وطلع لي الايه الهير كالر بتاعها بلاك. دي الفكره بتاعت الايه بتاعت ازاي نوصل ازاي نغير ال نعمل يعني اوفر رايدنج للبروبرتي، وازاي نكول فانكشن بتاعت الاب واقدر اشتغل على بتاعت الابن مفيش عندي مشكله.